أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقيرت قيمة هي غاية له ملك استدعي ذاك الزوجتان وحاند لي هي أبي وعلو ولكسن أنا وحي إيتها يستغل اللحق أفرتيها بين بيئتها وحال سوينا وأسراد الصبح الحمد لله رب العالمين. ما المها واكرا مغلين حوغا وحا اسكتلي حالونا يرير وقاد لكسون تهين حالد ودلك مرايو مركي آن أركي وما أدكي سكري وحيابها قاركوت مركا وحي يقول دخلاي رنتي عن كحنا قوي حوغاي براشر كليك وكي عيير وحي هيت إذا كغاري ما هي إشيسكي بد إيو بد زيلا يلوك هيا إتوبيا إما هاي إيو دادا الحمدة دولدين الصوماليات إيو ماشي حالك مرايا إيو سيدا عدوين وشقي سنة يو بتقانا أسو جيد هاري هبين مركز تا ودونا بتقانا روكيان قربو يو دمانانتا داتكن لغو اي دمانيهين يو دولة دمانتا جوكتا هسي او دمانتا هاي و اد اركيسي ان متقانا اي سنكفي كرين واكو سلامي معانكم بلد الصوماليات انا غير صلاة دو حيران لغو لمن واسوينا دادو كتين الله كأني كأقبرو صاحبكي هو قلي أو قليل لغو سمي أسقنا وحب جوغا إنديا قليل كوكسو بحي الحمد لله ولغو قوليستي حان إلهي أبرينا إن عاصمة تامة إلهي كسيو معلن كي صاحبكي إلهي عاصمة تامة كسيو مركي عن أركي وما أتكي سكرنو مرهدان كسو برباري والدنيات iyo mataqaana muxuu ahaay dal jacaylna la soo baray ayaa arrimahaas xogaa waxa uu kiciyay barashada uu kacshay inkastoo dhakhtarkii aan u tagay ilaa 7 maalmood ka naso yiri social media oo ahaa furnaha fiirin daawadana qaado haddana waxaan rabaa dadka inay ogaadaan لما لا فكرة أو حالة دلك يا دلك يا كحرة إن الأوقات حالة ماشي مرس وحالها مرك شعب الصومالي إلى عاو وحيابها أن أتقى أن السوقري عاو سعد السوقري شيء عيان ربا إن الأشيقه سأك سنتشين دلك وحال وصي هدولان دولة الصوماليين شكيان كقبلي إلي أرنتان يضاء إلينا عبد كسابسا إلي وحكو أغيت أو أي دركة ما ويليه يسو أو بير أشيه يسو شكي قاسم حتى عن قبلي سببتو أي تهي مركي أول عليه شيسكي أبي أحمد يو موسيب بيح أي إسلقران مركة هورنا أي إسلق جوغين جبوتي حسن الشيخ يو موسيب بيح يو اسماعيل مرقل جبوتي أي وذب جوغين إسلام مركي وصول دوفي موسيب بيح أدس أبتري يشيس كان هورا وكاقري وحا دريان الحوغا شكي أو محاكي علي أهلين تان دك تاه تبوتي على وضع توقي محايت أو حكر شكي كاسان قبلي وحان كله شكي عن كقبلا وحيهت هبكا أو رياكشن كا أي دولة دينو أي قالت داتك أمبا لك عيي شعب كالي بنام بحا بلد أن لقا إسكال لها هلا بنام بحو هلا يجيلو بعد قال بينا بين بينا
مساجد لقى هذا لكن مدحينه وح فعل أه أو مغضة أو عت أو أنت تكون سابسا مقادا وحان أقصد إنه سفر كو آذي إريتريا لصو كوري إلا يهدى إشيس أو لصو قلي ما عدى دولد إريتريا روحي أرشيكتي إني أسيقو بشكي إيكا قبانا أرنتان إنو داعات كيه إنكره إني شكو إيكا قبانا أرشيكتي وأي وحياه بدر وسلوك بدر وإسبدل بدر يكو أركين إيو بروباغاندا دي يا فضيحة دي إذن كا أي صوت برين إلا ما نتو أسوأها المعارف قوها إلا ما أنت إن سحب إسبدلين أو ولسدي إذن كي لو أفرق دي هاي مركي ساس إلى إيه عضو مدحوينها إيو حكومة وحالة قفبي إلى إيه الحريق صومالي يتوبي يقول لحي إلى هوس أوليغان سفير كان لو يرتو كودي اللي راه دالك هذا كبح وحال ربي ان دوجي وحي على وحي غراسيه او ايتوبيا اللي دخلسا او اللي دوجي جات كودا ديار دود اللي دوجي وحا سو دل مدحوينهن يا دولتينا ما قبل سفير كي وابحي ادي سو تري ولا هذا لو تري دلكي سو لا سو شري وا سو نقي وا جوغا ديار دي اي اتوبيا سيدا اتمادا جات كيدر سيدا لو كيرا وحان اكسون اي مدحوينه انو مرتقات كهلي دولد مصر انو كهلي مرتقات ايان اغنى هاي مرتقات كاس ميل اكد بي من لقان او يرت مسارد او مرتقات رسمي او افضل سيب بغشاة او يراتي مدحوينه تلاو بقادم وحان اكسون لهاي إن دولد التركية أو صوماليا أمو جسي قرب استاك نبا لا أمو التقينو واحد شيس إسكاشي أو كساب سن أرمها من التلقة أما إن التركية نوبر ديان بضاها صوماليا أو أي تركو قد ديان ويه نوبر ديان هديه شيس لغرو مدلا بصنا أما سدع سنة لا بدحينو طلاب مقادر انت صدر انا واكسون هاي وحاس حقوق سبيك رين وحاوي وحو الى ليها دولة اماراتك وان اقرين الو اعادة مصر ايو الو اعادة تركيا اسكو صوت دوبو حالة دي سلاس اهد وان لس عوتين وان اكتهين شاكالي وحو كالي كرفه ولا بصر ما انت ولا بحي وحال هذا الاسبوع وحان بلابا اوريه دغالكي وجيغ لبادي اشاب ان بلابا هالكاسي جوكتا شكي ان قبلنا وان لو عدي هاي سببت اي تاي بالحلو حالي غربي الشباب وحكوينا ما تنهيستا إنه دبلها آدو إنه علاقات سوحرتو إنه السياسة دبلها كشقيو إنه وزارة دي أرمها دبلها وزير أمك عابو إنه وزارة دي أمك كدها وزير أمك عابو الشقة دي اللي سكود برهدو الملك السلة آدو إذا ما إرتري نوجو يدول دي إرتري لرسو يشيو إذا كان السوق هذا لكنه متقال زي لعيو لكي لكنه دولة إرتري إذا يكون سوى بيرسو المسخ لآدو هشيس لرسو قرو مراكيب تدو بدل الصوف الصحو بدل نادا إيه مادان إلى الشان سانته بلتري بتقال لغا سوقاتو تركيا أو بلان قاد إلي الصومالي بتقال بده دوارديه لو آد وفد اللو درو أثما هاسو لما قبله عاو حال لفلسطة لو سمريبا لفلسطة والباهين تقارن كي تيفي بيرشو أي لهاد تيفي قرار مجريه كي بيرشو أي لهاد waxaa laga bilaabay ololihii la dagaalanka argagixisada qaar ayaa laga bilaabay sheekada iyada ahayd ee badda iyo howlaheeda ee Itoobiya halkaasaa lagu turay waxaan u sheegaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan arrintan iyada ah
ninkii moog iyo ninkaa moogreynba xasan sheekh koowo ka yahay dadkii heshiiska soo galuu ka mid yahay waa marin habaabin iyo beebeen iyo masaajid dhexdiis laga hadlo oo been laga sheego oo laga soo goodiyo etoobiyaan weerareynaa dagaalan ku qaadaynaa intaan ka dhacayna waa been yaan lagu kartoomin asaguna ilaahay kama xusoon inuu masaajid dhexdiis been ka sheegana ilaahay uguma xusoon dembigiis asagaa iska leh caawana dhulsama reebaa la fariisto caawana dhulsama reebaa la fariisto wejiga labaad ee shaaba la dirreeray cawshu joogtaa arrintii qarimada soomaaliya iyo madaxbanaanida soomaaliya iyo dhulkeenna madaxbanaanidiisa lidiga ku ahayd waxaa loo bedelay wejiga labaad ee ashaaba la dirayna taas waxaan rabaa shacabka inay ogaadaan waxyaabaha aan ka seexo weyne caawa ayay kow ka tahay inaysan meeshan dowlad oolin heshiis kale asagu qeyb ka yahay muuse biixi maamul goboleed waaye mataqaan wuxuu seexi kare lama arkee ninka fasaxa dhiibay ee wax seexay waa isaga caawa waa ku caddahay waayo wax badan oo laga rabay madaxweynuhu ma qaban haddii ay dhab ka tahay arrintan iyada ah oo arrintan beri ka yahay oo ay dhab ka tahay tallaabooyin cadcad u qaadan lahaa madaxweynuhu xiriirka etoobiya hoos u dhigi lahay safiirku ceyri lahay diyaaraddeeda iyo jaadkeeda joojin lahay isaguna safaru aadi lahay waddamada kasoo horjeeda etoobiya ay isdiidan yihiin ayuu aadi lahaa sida masar oo kale u tegi lahaa oo weliba aan ogsoonnahay inay martiqaad usoo direen si official ugu soo direen oo ay dhaheen waxaan kugu casuumaynaa inaad la timaadid booqasho rasmi ah booqashadu laba qeybood waayo midna waa mid rasmi ah martiqaad rasmi ah damaqashadu waa mid aada dalab aada ka heshid madaxweynahaas midna waa booqasho iska caadi ahoo shir lagu qabahayo meeshaasaad ka qeyb galaysaa marka taas waa iska caadi waay laakiin booqasho rasmi ahoo dalab rasmi ah oo martiqaad rasmi ah ayay usoo direen masaalida kama jawaabin hadduu asaga ka culaysto xataa ra-iisul wasaarihiisa ma dirin wasiir arrimadeed maba jiraba oo meesha ma yaalaba laakiin wafdi heer sare xataa ay dowladda ku qaracdo looma dirin turkiga oo ballan qaaday inuu xeebaha soomaaliya difaacana wafdi looma dirin waxaasoo dhan waxaa ka hortaagan dowladda imaaraadka ka hortaagan dadku ha ogaadaan imaaraadkuna arrintan iyada waa ku jirtaaho iyadaa kow ka ah saas horta shacabku inay ogaadaan raba soomaalida meel kastay joogaan waxaan ka xumahay dhibaatadii gaartay cayaartoodii koonfur galbeed ee muqdisho kusoo ciyaaray dhibkii loo geystana aadan ugu xumahay runtii taas waxay la tusinaysaa oy soomaali ay markhaati noo fureysaa oo ay markhaati ay noo fureysaa waxay tahay in caasimadii ummadda soomaaliyeed ay noqoto bahalgareen in caasimadii ay noqotay caasimad aan laisku halayn karin amnigeeda iyadoo qabiil gaara ay caasimada gacanta u gashay oo aan aqoonin waa caasimad iyo waa marti iyo waa isboorti iyo waa isdhexgal bisho aan aqoonin kuwa caasimada joogana waa sidoo kale kuwa cayaaraha maamulayana waa sidoo kale isboorti wax kama yaqaanaan waa kuwii aada ogtihiin kuwii dalka bilaqada kusoo galay kuwii guryaha islaamiyada haysta kuwaasoo miiran yaa dalkana booliiska ah amniga ka ah isboortiga ka ah marka waxaan leeyahay soomaaliya maanta meel kastay joogto markhaati caday ka tahay caasimada soomaaliyeed inay noqotay meel aan laisku hallayn karin amnigeedu xun yahay dadka soomaaliyeed xataa isboort haddii loo yimaado cayaaraha gobolada maxamed saad baraa aa soo bilaabay weligeedna dhibaato kama dhicin xilligii farmaajo uu joogana wax dhibaataa kama dhicin oo dad aqoon u leh.